القدس تنادي، الأقصى ينادي، مهد المسيح ينادي، اشتقنا إليك، اشتقنا إليك إخوتي في الجنوب والجولان، ونصر الله بالإيمان يا سيد الأحرار. احنا بدنا نشكر كل شيء وقف حدنا، ايران الصديقة الخي العزيزي، بدنا نشكر روسيا، بدنا نشكر الصين، هني عطول هدول اللي وقفوا حدنا، نحنا ما رح ننساهم، اللي هني طوب نحنا المغتربين، حتى اللي عن امنا سوريا هني بقلبنا. انه هالانتصارات اللي عم يحرزوها عسكرية هلا كيف بدهم يحفظوها؟ هيدي شغلة مهمة كتير. انا بعتقد انه القوى الوطنية اللبنانية أو السورية أو الأردنية كلها تتدخل هلأ، وكل مواطن يكون خبير في سبيل الحفاظ على الأمن السوري، لأنه بالحفاظ على أمن سوريا هو حفاظ على أمن المنطقة كليتها. بلادي أميرة توهب الدنيا الأمان، تبقى على عرش القلوب مسلطني، وقت ما تعتم ويسود الزمان بيطلع عمر بالشام يضوي هالدنيا. نحن هون اجينا اليوم للرد على العمل الارهابي اللي صار بالشام، وهذا الشيء اللي بياثر على كل شعب سوريا اللي عنده ضمير حي. كل يوم جميع ولايات اجينا لهون لحتى نثبت للعالم كله انه نحن هون اراده سوريا لبناء الوطن، والله يرحم شهدائنا المدنيين اللي راحوا اليوم والعسكريين. جئنا هنا لنقول أن مشروع الشرق الأوسط الجديد، مشروع الشرق الفوضى المنظمة الخلاقة الذي أرادوه، لقد دفناه في موعده. رغم الأحداث اليوم صارت بالشام، جينا اليوم مئات بأمريكا لنقول نحن شعب لن نساوم، لن نركع، لن نفاوض. احنا منحب الشعر وبدنا سلام بسوريا، ايه، وبدنا نقول like بشار كتير منيح لسوريا، ليه بدكن يعني نشيلوه؟